اهلا بكم يا احبابي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده ان شاء الله هنكمل سلسله حلقاتنا ما حصل بالفعل. حصل بالفعل دوت اللي ما يعرفش، دي مواقف مرعبه ومخيفه حصلت للناس وهم بعتوا لينا عبر الفيسبوك. انتوا كمان لو في مواقف مرعبه او مخيفه حصلت ليكم يا ريت تبعتوا لنا على الفيسبوك، هتلاقي اللينك بتاع الفيسبوك في الوصف تحت. وشكرا ليكم. يلا نبدا الحلقه مع اول حلقه معانا مع هند. نشوف هند بتحكي ايه. انا هند، عندي 27 سنه، كنت بحب جوزي جدا، وجوزي كمان على فكرة كان بيحبني قوي، وأم جوزي كمان كانت ست طيبة وغلبانة جدا. لكن في مشكلة، أختها طبعا اللي هي خالة جوزي كانت بتكرهني قوي وما كانتش بتحبني، عشان كانت عايزة تدي لجوزي لبنتها، بس طبعا جوزي اختارني أنا. وفي وقت الجواز احنا كنا أسعد اتنين، كنا أسعد زوجين، فضلنا 3 أشهر احنا مع بعض في سعادة وهنا وكل حاجة، وده كله بفضل ربنا علينا. لكن جه في يوم من الايام خالة جوزي عزمتنا. طبعا انا كنت رافض وجوزي كمان كان رافض، بس انا ما قدرتش ابين الكلام ده لكل جوزي عشان ما يفتكرش انا بكره خالته ويحصل مشاكل بيننا. لكن انا قلت لجوزي هنروح وخلاص، الست عزمتني وما نقدرش طبعا احنا نرفض العزومه ديت. جوزي قال لي خلاص ماشي. جوزي طبعا لبس وانا لبست بعديها ورحنا عند خالة جوزي. بالفعل طبعا خالة جوزي اول ما شافتني فرحت جدا وبستني. جوزي نفس الكلام، اول ما خالته شافته خدته بالحضن وبسيته. طبعا انا كنت مستغربه، قال ايه الحب ده كله، والحب ده كله جه منين اصلا ومن امتى؟ قعدنا على السفره انا وجوزي وخالته، وخالته قدمت لنا احسن من الاطعمه اللي عندها، من اكل وشرب الحلويات لكل حاجه. طبعا انا اتبسطت جدا وجوزي كمان اتبسط جدا. وبعد كده احنا روحنا عادي. بعدها بيومين بالظبط حصل حاجة غريبة جدا، أنا كنت مستغرب من الحاجة دي. كل لما جوزي يجي يقرب ليا في وقت الفراش أبعد عنه، محبوش، كأن في حاجة بتبعدني عنه. على فكرة مش أنا بس اللي كنت كده، لأ جوزي كمان كان كده. جوزي كمان ابتدى يقرف مني ويقرف من تصرفاتي، وقالها لي بنفس الكلمة بالظبط، تصرفاتك بقت وحشة يا هند وأنا ما بقيتكيش أشوفك حلوة خالص. قلت له يعني إيه يا أحمد؟ قال لي يعني أنا كل ما أقرب منك أنا كمان أشوفك ست عندها 70 سنة وشوفك ست عجوزة قوي. مش انت اللي نعرفها، انت بقيت ست كبيرة قوي. طبعا هو قال لي الكلمتين دول وانا اتصدمت جدا، يعني ايه ست عندها 70 سنة؟ طب ايه اللي حصل للكلام ده كله؟ مع ان انا يعتبر كنت اجمل واحدة في العيلة وهو الاول كان شايفني ملكة جمال. طب ايه اللي حصل لحد دلوقتي؟ انا مش فاهمة. وطبعا مر اسبوع والتاني وشهر، لقيت جوزي دخل عليا طلب منه طلب غريب جدا، طلب مني ان اتطلق منه. ايوه زي ما سمعته كده، طلب منه الطلاق. بس هو لما طلب منه الطلاق انا كمان كنت فرحانه بينه وبين نفسي، لان انا كمان كنت بشوف ان هو راجل كبير في السن. ايوه كنت بشوف لو عنده 90 سنة و100 سنه كمان. كنت مستغربه جدا، مش ده جوزي اللي انا اعرفه، مش ده الشاب اللي انا عرفته، لا انا بشوفه قدامي راجل عجوز جدا ومعدي 100 سنة. وطبعا انا اول ما قلت لاهلي، اهلي طبعا ما وافقوش واستغربوا جدا. هو كمان نفس الكلام، اول ما قابل اهله استغربوا جدا، ازاي يا ابني ده انت كنت اسعد اتنين بتحبوا بعض، كنت متموتوا في بعض، ايه اللي حصل ليكم، ايه اللي خلاكوا كده؟ طبعا ابويا جه واول ما قعد مع جوزي قال له طب ايه السبب اللي خليكوا تتطلقوا؟ جوزي ما كسفش منه وحكى له على كل حاجة. قال له مش عارف، قال له انا كنت بشوف منك ملكة جمال، كنت بشوف بنتك ديت ملكة جمال، كنت بشوفها بنت طيبة جدا، لكن مرة واحدة بشوفها ست عندها 70 سنة وست عجوزة، مش دي بنتك هند اللي انا اعرفها؟ انا مش عارف حصل ايه بالظبط. وعلى فكرة يا عمي مش انا بس اللي كده، لا اسأل بنتك، اكيد بنتك كمان حكيت لك هي بتشوفني ايه. طبعا انا كنت حكى يا ابويا على كل حاجة، وكنت قايله على جوزي برضه اللي انا كنت بشوفه راجل كبير في السن جدا. ابويا رد على جوزي وقال له طب لما الناس تسالني اقول لهم ايه سبب الطلاق؟ اقنعني انت اقول لهم ايه سبب الطلاق. جوزي ساعتها اتعصب وقال له قول لهم اي حاجه يا عم وخلاص. ابويا ساعتها قال لجوزي تبهت ايه ده، انا ما عنديش مانع انكم تتطلقوا بس بشرط. جوزي قال له ايه الشرط يا عمي؟ قال له انا هجيب الشيخ دسوق ويكشف عليكم، وبعد كده اعملوا اللي انتوا عاوزينه، تتطلقوا بقى ما تتطلقوش دي حرية لكم انتوا. طبعا جوزي ساعتها كان رافض رافض تماما، انا كمان كنت رافضة، يعني ايه يعني وانا ملبوسة وانا في جن عليا؟ بس ابويا اقنعني انا وجوزي وقال لنا انتوا كده كده مش هتخسروا حاجة، هو هيكشف عليكم
وبعد كده اعملوا اللي انتوا عاوزينه، تتطلقوا بقى ما تتطلقوش، اعملوا اللي انتوا عاوزينه. طبعا انا وجوزي قلنا خلاص يكشف علينا وبعد كده نتطلق. طبعا الشيخ دسوقي اول ما جه كشف عليا الاول، قال لي يا بنت غمض عينك. غمضت عيني فعلا وحط ايده على دماغي. اول ما حط ايده على دماغي شفت خالتي بتقدم الاكل ليا. الشيخ دسوقي قال لك انت شايف ايه؟ قلت له شايف خالتي بتعمل لسه؟ قلت له بتعمل. قال لي بس اسكتي اسكتي خالص. الشيخ دسوقي بالفعل قعد يقرا عليا، وفي نص القراءه انا جبت كل اللي في بطني، بمعنى الكلمه رجعت كل اللي في بطني. اول ما رجعت ما سكتش، لا اكمل قرايه تاني، وقعد يقرا 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 يقرا. بعد كده الشيخ دسوقي خلص. اول ما خلص قال لي الحمد لله على السلامه يا بنتي، دلوقتي انت ما فيكيش حاجه خالص. قلت له هو انا ايه اللي كان عندي يا شيخ؟ قال لي هقول لك بس مش دلوقتي، لما اشوف جوزك هو كمان. طبعا جه على جوزي وعمل نفس الكلام، حط ايده على دماغه وقال لجوزي غم عينك. اول ما جوزي غم عينه بالفعل نفس اللي حصل لي حصل لجوزي بالظبط. في نص القرايه جوزي جاب اللي في بطنه كله، يعني رجع كل اللي في بطنه. بس الشيخ مسكتش على كده، قعد يقرا 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 على جوزي. وبعد كده الشيخ خلص وقال له الحمد لله على السلامه يا ابني. الشيخ دسوقي بص لنا وقال لنا طبعا انت كنت بتشوفها مره كبيره جدا، وهو نفس الكلام كان بيشوفك ست كبيره جدا، وانت كنت بتشوفيه راجل عنده 100 سنه او 200 سنه. طبعا انا استغربت جدا وجوزي كان مستغرب. جوزي قال له طب انت عرفت الحكايه دي كلها منين؟ قال له يا ابني انا عارف كل حاجه. قال له بس الحمد لله دلوقتي انت خفيت ومبقاش عندكم حاجه خالص. وزي ساعتها قال للشيخ دسوقي ايوه يا شيخ دسوقي، طب ايه السبب اللي خلاني اشوف مراتي كبيره في السن جدا وهي كمان كانت بتشوف راجل عجوز قوي؟ قال له يا ابني انا هقول لك نصف الكلام، بس النصف التاني ممنوع اقوله خالص، عشان لو انا قلته انا اللي هتاذي. قال له يا ابني انت كنت معزوم عند ناس، والناس ساعتها كانت رشين في الاكل دوت. ايوه الاكل كان مرشين ساعتها، احنا بنسمي الاكل دوت اكل الفراق او اكل الطلاق. انت لما تيجي تجامع مراتك هتشوفك 100 سنة او 200 سنة، هي كمان لما تيجي تجامعك بتشوفها راجل كبير جدا، وانت بتشوفها ست عندها 100 سنة او 300 سنة كمان. قال لك الاكل انت قلته دوت اكل الفراق، ونصيحة مني يا ابني قبل ما تاكل عند اي حد سمي بالله واقرا المعوذتين. وانت يا ابو هند ما تخافش على بنتك هند، يومين ثلاثة بالظبط وهتبقى زي الفل، وجوز هند كمان هيبقى زي الفل. وفعلا يومين ثلاثة بالظبط شفت جوزي على طبيعته وحبيته، لأ وحبيته أكتر من الأول كمان. هو كمان شافني بنت صغيرة في السن أو شافني أصغر، شافني عروسة جديدة، وأنا بأمانة فرحت جدا فرحت أوي. وشوية بشوية الحياة رجعت طبيعتها تاني. عاوز أقول حاجة ليك يا علم، نصيحة ليك أنت والمتابعين بتوعك، أرجوكم أرجوكم ما تاكلوش عند أي حد أنتوا شايفين فيه إن هو وحش أو هيعمل لكم حاجة وحشة. لان انا شفت ايام سودة، شفت ايام سودة بمعنى الكلمة والله. طبعا احب اقول لك يا هند شكرا شكرا لك بجد جدا. وطبعا معانا اول قصة خلصت مع هند، ونخش على القصة التانية. القصة التانية معانا مع نلمين. نلمين بتقول انا من الصعيد وكنت وحيدة، ابويا وامي ما كانش معايا اخوات خالص، كنت انا الوحيدة. لكن احنا عندنا في الصعيد عادات غير القاهرة خالص. زمان عندنا لما كان المغرب بيأذن ما كانش حد بيخرج في الشارع خالص، يا دوبك المغرب بيأذن من هنا وكل بيخش في البيوت من هنا، عشان ساعتها ما حدش كان بيشوف حاجة، لأن ساعتها من 30 سنة ما كانش الكهرباء دخلت علينا. في يوم من الأيام أم تعبت جدا، وأبويا ساعتها ما كانش موجود، أبويا كان في الشغل. أم كلمت أبويا وقالت له هات الدكتور، وفعلا أبويا كلم الدكتور وجه لحد عندها كشف عليها وإداها الدواء. وطبعا اضطريت ان انا انزل اجيب الدواء غصب عني، الكلام ده طبعا بعد العشاء. ونزلت اجيب الدواء، فعلا انا ما كنتش شايف حاجه خالص، كنت يا دوبك شايف ضي القمر فقط. ايوه نور القمر فقط اللي انا كنت ماشي عليه، لان ساعتها ما كانش فيه كهرباء. انا بكلمكم من 30 سنة. انا جبت الدواء لامي ورجع البيت، وانا راجع البيت سمعت حاجه غريبه جدا، سمعت صوت طفل عمال يعيط يعيط جامد جدا. بس طبعا الطفل انا مش شايفاه، مش شايفه الطفل ده فين اصلا. لكن لقيت جنب الصوت دوت لقيت راجلين وعربيه، راجلين عندهم 40 سنة في الحدود ديت، والاتنين كانوا شبه بعض بالظبط كانهم توأم.
والاتنين شايلين شوال، مش عارف الشوال ده في ايه، لكن مع مرور الوقت وبعد دقيقتين بالظبط عرفت ان الشوال دوت هو اللي جواه الطفل، الطفل اللي عمال يعيط. انا شفت المنظر من هنا وما قدرتش اتحمل، استخبيت على طول، استخبيت عشان محدش يشوفني منهم، لان ساعتها محدش كان بيعدي ولا حد كان بيظهر خالص، وطبعا دول لو حد كان شافني منهم كان خطفني مع الطفل دوت. لكن لسوء الحظ وانا بستخبى خبطت في قطة، هما طبعا ما سكتوش، انتبهوا لصوت القطة وشافوني انا، شافوني انا وانا بستخبى، وما اول ما شافوني انا جريت وصرخت، وربنا الحمد لله كان معايا. اول ما جريت وصرخت سمعت صوت الغفر جاي من الشارع التاني بالبندقيات والمسدس. طبعا الاتنين دول اللي عندهم 40 سنة اول ما سمعوا صوت الغفر جايين عليا جريوا على طول عند العربية وخدوا العربية ومشوا على طول، والحزن حظ الطفل كمان ملحقوش يخطفوه ولا يعملوا معاه حاجة، لان في الوقت دوت الطفل كان فك الشجارة وهرب. وخلصت تاني قصة معانا مع نرمين، والله شكرا لك يا نرمين. اتمنى يا شباب ويا بنات قبل ما نخش على القصة التالتة تخشوا تعملوا لايك واشتراك ليا، لان ده بيفيدني كتير جدا. انتم كمان تقدروا على فكرة تشاركوني عبر الفيسبوك، يعني لو انتم عندكم مواقف مرعبة او مواقف مخيفة حصلت ليكم تقدروا تبعتها لي على الفيسبوك، وهتلاقي الفيسبوك بتاعي في اول الوصف. ونخش مع اخر قصة معانا مع سالم. انا سالم من الفيوم. اهلنا زمان كانوا بيحكولنا حاجات غريبة جدا وحاجات مرعبة. ساعتها احنا كنا اطفال، كنا عندنا 11 سنة او 10 سنين في الحدود دي يعني. كانوا بيحكولنا عن العفاريت وحاجة اسمها الجنية وحاجة اسمها البساسية، وكانوا بينبهونا ما نطلعش بعد المغرب خالص ولا نعمل حاجة بعد المغرب. واكتر حاجة اهلنا كانوا بيحذرونا منها هي البساسية، او حتى نقف جنب البساسية. حتى البساسية دي يا شباب اللي معرفش عبارة عن بحر، بس احنا بنسميها في الارياف بساسية. كانوا بيقولولنا ان الداهة او الجنية او العفريت الحاجات دي بالذات بتطلع جنب البحر دوت او البساسية ديت. طبعا احنا كنا صغيرين ومكناش فاهمين قوي يعني، بس كمان اهلنا كانوا بيقولولنا الحاجات دي بتتشكل على اي حاجة، ممكن تتشكل على جزمة، على خاتم، على واحدة ست، على راجل، اي حاجة بتتشكل فيها. واحنا ساعتها طبعا زي ما انا ما قلتلكم احنا كنا صغيرين ومكناش فاهمين حاجة برضو. كنت انا وابن عمي كل 3 ايام او 4 ايام كنا بنقعد جنب البحر دوت، كنا بنقعد من 12 الظهر لحد العصر. وفي يوم من الايام انا وابن عمي كنا بنلعب، طبعا العصر ادن علينا والمغرب ادن علينا. بعد المغرب بالظبط لقيت حاجه غريبه جدا وبتلمع، بقول لابن عمي بص 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 ايه اللي في الميه دوت. ابن عمي رد عليا وقال انا شايفه، ايوه انا شايف اللي في الميه. والحاجه اللي في الميه ديت كانت سيف، بس السيف دوت كان بيلمع جامد جدا. احنا عرفنا ساعتها ان السيف دوت دهب، اه شكله كان دهب. ابن عمي ساعتها قال لي السيف ده على فكره شكله دهب، ولازم ننزل الميه انا وانت ونجيبه، وعلى فكره انا وابن عمي كنا بنعرف نعوم. وفعلا انا قلعت الفانيلا بتاعتي وابن عمي قلع الفانيلا بتاعته، ولسه ننزل الميه لقينا واحده ست من بعيد عماله تصرخ، ايوه عماله تصرخ جامد جدا، بتقول لينا وهي من بعيد ما تنزلوش ما تنزلوش ما تنزلوش. طبعا انا اول ما سمعت الكلام ده انا وابن عمي لبسنا جري، لبسنا الفانيلا ورحنا عليها جري. اول ما رحنا عليها قلنا في ايه يا طنط، ايه اللي حصل يا طنط؟ ده لو انت خايف علينا اننا نغرق ما تخافيش احنا بنعرف نعوم. الست مسكتنا وابن عمي وحضنتني، حضنتني جامد جدا. والست دي قالت لينا روحوا روحوا ما تكونش هنا تاني ابدا، اوعوا تنزلوا ميه ايا كان ايه الحاجه ديت، اوعوا تنزلوا ميه. قلت لها ازاي يا طنط، ده سيف دهب ما تخافيش علينا. بص حق، لسه ببص على السيف لقيت لك السيف كبير جدا، في وسط السيف لقيت عينين، ايوه لقيت عينين غضبانه جدا. ومرة واحدة لقيت السيف غطس في المية كأن حد خده وغطس في المية. عرفت بعديها ان ده اصلا ما كانش سيف، وكلام الست كله طلع صح. شكرا ليك يا سالم على الحلقة المرعبة ديت. والنهاردة يا شباب قصة حلقتنا النهاردة ما حصل بالفعل، انتظرونا ان شاء الله مع حلقة اقوى وجديدة باذن الله. واتمنى ان كنتوا لو عجبتكم الحلقة تعملوا لايك واشتراك للقناة، وشكرا والسلام عليكم.